صباح الخير عليكم، وش راكم؟ جيسبر كو راكم ملاح. انا اليوم مرحبا بكم ديجا فيديو جديده. اليوم راني نبريباري في البتي ديجوني. درت دي بان كيك، شوفوا شحال خفاف، بزاف بزاف خفاف، دوك راه هايلين مع هاد المقله تاع لي سمايلي، تعجبني بزاف. انا موتيفا في دي بان كيك، وراني نغلي في البيض وندير في لاتاي. فوالا هادي هي، نتوما نوريكم شحال درت كامل. الوغ هنايا دوكا راني نوجد قطعة الطوماطيش، قطعة الخيار، دوكا نزيد الزيتون، دوكا راني حندير لي فخاز هنايا مع لي بان كيك. شوفو شحال جاوني خفاف، بزاف خفاف، دوكا راه خفاف. حبيت نوريكم ونقولكم بلي هذا فخوماج يتقلى، شوفو ما ديري لا زيت لا زبدة لا والو، تشويه ديراكتومون، يجي بزاف بزاف بنين، يعجبني كراو. تينو مازالني نوجد هنايا الفرامج، دوك نزيد الفرماج هذا. دوك راني حندير العسل مع الكايماك. الكايماك سي قلت لكم ديما نقولها لكم، شغل الفراره تاع الحليب بصح ماشي فراره، شغل ما عندها حتى علاقه مع الفراره، بزاف بنينه. شوفوا كيفاش تجي سين كريم هكا، تتكلم مع العسل، لازم تكون مع العسل، ما تقدريش تاكلها وحدها. وهذا جورج جاي سوسيس هكذا، يجي فيه الداخل شيدار. هاولي كده الصفر تكيدوك هذا هو فطور الصباح التركي. جي غير ماركيكو يعجبكم بزاف، كي نبارطاجي معاكم واش ناكلو يعني مع صباح ربي. هاوليك هذاك السوسيس، هذاك الفرماج اللي قليتو، الفرماج تاع الخيط هذا، الباتي، لي بانكيك. هنا درت شويه بريوش سخنتو، وهنايا هذيك الكايماك بيض مغلي. هذا هو والحمد لله. بون الوغ درنا قهوه، ما راكم تشوفوا اليوم راهي الشمس. الوغ دوكا راني حندلكم لا غوسيت تاع صارمه ورق عنب. حبيت ندير لكم هكذا يعني شوف كيما يقولوا بلا مونتاج، يعني تاع كمان واش دوك فوالا. المهم حبيت نوريكم هادو، ما باذنجان دو المصل، هادو ما سي باذنجان، يبسوه في الشمس، ديري له تنقيه كاع لداخل، تنقيه كاع لداخل، شوف تنقيه كاع لداخل، تنحي سي تري بون، كاين تاع الفلفل، كاين تاع القرعه، كاين هكا. المهم تنحي له كاع لداخل، وديري له الملح الخشين، وتخليه ينشف في الصيف يعني كي تكون سخانه ايتو. ومن بعد دوكا هادو تغليهم، يطيبوهم جينيرالمون مع صارما يعني مع ورق عنب بيتو، سي تري تري بون. كاين باذنجان، كاين فلفل احمر، كاين ميم تاع الخيار، وبزاف بزاف صحي، بزاف صحي. انا دوكا اليوم عندي غير تاع باذنجان اللي حنطيبهم معاكم، غادوك ما يكون كيفاش يطيبو تاني. عيطولهم كرو دولما، باذنجان كرو دولما، يعني باذنجان دولما ناشفة يقولوا لها هذه. الو هنايا نديرو البصل هذا كيتحمص، دوك راني حنزيد بصلة وحدة، ديرو يعني قيسو جوج حبات بصل هكاك. حنزيد دوزيام باسكو جو بونس كيميكفينيش، دوكا راح نبداو نديرو الاخر تاعنا يتحمص. البصل تاعنا تحمصو في الزيت هاديك، قتلني البصل على بالكم، فوالا ديرو يحمص حتى يدبل. وهنايا دوكا واش راني حندير، نزيدو قطع المعجنوس. الوغ اول حاجه هي لي نحمصو البصل، نقطعو البصل تاعنا صغيور هكذا ونحمصوه حتى يدبل كامل. وهنايا كيما راكم تشوفو قطعت المعدنوس تاعي فوالا. وهنا عندكم هذه كورو ظلمه، يعني هذيك الظلمه اليابسه هذه شللتها بيان سور، ودوكا راني حنديرها تستغلى بوندون واحد 20 مينوت هكذاك فوالا. نديرها تستغلى فوالا، نديروها تتغلى. قلت لكم بون لازم تعرفوا بلي لي غوسيت تاع صارما راهم بزاف ديفيرونت، يعني كل واحد كيفاش يديرها، كاين اللي يحب يديرها بالفيون داشي، كاين مي انا نعطيكم لا غوسيت اوريجينال، هذه هي سي لا غوسيت يعني ستاندارد اللي يديروها كامل. وعندكم ثاني كاين يديروا لها الشحم تاع الخروف اللي يحبوه، كل واحد واش يزيد لها، يعني ديرها في لا فارس. مي هذه سي لا غوسيت كيما قلت لكم ستاندارد، بزاف هايله. تحمصوا البصل حتى يدبل، معدنوس، طماط كونسونطري، هايليك. عندكم هنا عندكم تاني الفلفل الاحمر مرحي،
فوالا انا قريب يخلص لي يتباع واجد كيما يعني طماط كونسونطري تتباع تتباع كيما هذا يتباع ثاني هكذا انا شهم بالميزان يجو شغل كيما يقولوا شهم في المارشي بالميزان باسكو يجوك يعني ماشي كونسير فهمتوني صافي يجو خير وعندكم هنايا طماط غابي هذه هي هذه كي تاع تزيو تكري طرابي طماط تشري هذه نسحقوا شويه منها وعندكم النعناع اليابس عندكم فلفل الكحل عندكم ثوم مرحي عندكم تاني بول بيبان هذا فلفل دريس مرحي ندير شويه منه برك باسكو حار فوالا وعندكم تاني شويه تاع كمون نسيت ما حطيتو اوليك شويه تاع كمون يلا دوك نحمصو كامل البصل هذاك وبيان سور رئيس المطبخ الرز تشمخت وانا هاوليك الرز تاعي شمختو غسلتو بيان الله الله وشللتو سي بون هاوليك واجد دوكا نبداو غير نزيدو في لازانكريتو هنايا نستناو هذا البصل يتحمص بيان ونبداو نزيدو كلش ودوكا حبيت نهضرلكم على ورق عنب السؤال المطروح وين تلقاهم في الجزائر الو بون جينيرالمون في لي سوبرات لي يبيعو كامل تاع لامبورطاسيون يعني كاع لي سوبرات لي يبيعو كاع واش تقدر تلقى يعني من الخارج يبيعوهم تلقاهم داخل البلارة تاع لبنان تاع لا مارك شطوره تلقاهم يبيعوهم وعندكم بون كاين يديرهم في الدار كيما حنا كنا نديرهم في الدار عندهم اون سيرتان بيريود اذا حبيتو نوريكم كي تلحق لا بيريود تاعهم كيفاش ديروهم في الدار سي اونتر افريل مي هكاك يكونوا خضوره هكاك مي تخلص يعني ديبي مي تخلص لا بيريود زير فان مارس افريل سي لا بيريود تاع وليت نحو فيها ورق عنب و ترقدوهم فوالا هنا علاش نديرهم في الماء باسكو يجوا مالحين لازم يقعدوا في الماء جينيرالمون بيتهم بيتهم في الماء يروح لهم كامل هذاك الملح نعاود الماء بيان سور الوغ دوكا كي دبل البصل هذاك سي بون يعني خلاص يكفي ما ولاش يابس فوالا راني حنرمي الرز هذاك الوغ دوكا كي دبل البصل هذاك سي بون يعني خلاص يكفي ما ولاش يابس فوالا راني حنرمي الرز هذاك الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا الرز تاعي درتو يعني سي بون دوكا نفرغ شويه تاع لاصوص الطوماط هذيك ندير نعناع اليابس نعناع اليابس ما تقدروش تيماجيني شحال يزيد البنة الفلفل الكحل فوالا شويه بول بيبر يعني هذاك الفلفل دريس هذاك ماشي بزاف غير شويه هكذا تجيني شحابة شوية برك تاع كمون رشة خفيفة هكذا برك شوية تاع ثوم مرحي وبيان سور الملح 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 لازم الملح ديري يا مادا باسكو الروز 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 هذا الفلفل هذا كونسونطري شوف باش يجي ودوكا ندير المعدنوس تاعي ديرو بزاف معدنوس جو بونس كاني حنزيد واه جو بونس كاني حنزيد انا دوكا نزيدو اول حاجه تحكمي ورقه هذا ورقه نقولوا هذه هكذا تحكمي الجهه الحرشه هي اللي تحطيها تفرشيها الجهه الحنينه تجي من برا والجهه الحرشه تجي من الداخل فوالا نحكمي غرفه
هي لافاس تاعك، ذوقوا لافاس تاعكم، ذوقوها باش تشوفوا على الملح. عندكم هنايا شوفوا ديروها، شوفوا لا فري سارما تجي رقيقه، فهمتوني؟ وكاين يحبوا يديروها خشينه، مي لا فري سارما سي تجي رقيقه، تجي كي السيكار هكذا رقيقه. تزيروا على بون، ما وريتكم كيفاش تغلقوا، تغلقوا هكذا الضربه الاولى هكا، تزيري بيان، ما تجمعي لي كوتي تاعك هكا و تزيري 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 هكذا، وتحطي نزيدوا واحده اخرى. الو هنايا هاي ليك هذيك الدولمه تاع الباذنجان اليابسه، شوفوا هنايا كي غليتها حتى طابت، يعني حتى تطرى. كي تعمروها ما تعمروهاش بزاف، تعمروها غير شغل لو كار، يعني الربع ديالها سينو تفيض. هذيك الصرما دوكا نحكموا مرميطه هكذا، نفرشوا لها ورق تاع العنب، ورق صرما، ونبداو نستفو. وكي نستفو نزيروهم كامل مع بعضهم باش ما يتفتحوناش. نبداو بيان سور بصرما هي الاولى، voilà ainsi de suite. هذيك ابخي ما ستفت كاع ورق عنب، دوكا نبداو بالباذنجان تاعنا ثاني، نستفوه كامل، نسقوه من الفوق. نسيو دائما هنايا الغلقه تاعو الفتحه هذه، نغلقوها هكذا، نستفوه كامل. الوغ دوكا درت لها رشيتها بالملح هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا مغرفه تاع طوماط كونسونطري، تقدو تيليمينيوها ماشي لازم. وهنايا نديرو حندير الزيت، ندير هكذا من الفوق شي زيت زيتونه هكذا، قيس نص فنجان تاع اتاي. وانا ندير عيني ميزاني فوالا. دوكا هنايا نسخن ماء سخون، نفتحها هكا فوالا. ديروا بالكم بلي نعمروها في الماء حتى تفوت قيس الصبع، يعني تعمروها كامل حتى تغطيوها كاع. نفتحوا باش نديرها هكذا باش تكون زيد لها الماء اصلا. دوكا لحقنا المفيد، نغطيوها بطبس القبل باش نعمروا الماء هكذا، كنفرغوا عليها الماء. لازم تحطوا عليها حاجه ثقيله، اذا عندكم طبسيط ثقيل سا سري بيان، اذا سينو حطوا حاجه ثقيله عليها. دوكا نشوفوا شنو حنحط ونديرها طيب على نار متوسطه بوندون كاش 40 مينوت هكاك، نص ساعه يعني 40 مينوت 45 مينوت هكاك. الو درت هذيك الصرمه طيب كيما راكم تشوفوا هنايا، هاي ديك درت لها البول تاع الوفر، عمرته بالماء باش يهبط هذيك يعني هذاك الطبسي. وهنايا هاوديك درت هاد لو بلاتاني ستو، هنايا جناحتين تاع الدجاج ماريني مع بطاطا. اذا حبيتو ندير لكم لا روسيت قولوا لي في لي كومونتير. فوالا الو حبيت نوريكم باسكو راني حنطفي لها، شوفوا نطفي لها ونخليها تريح، خليها تبرد يعني ومام دون تريح. بون حبيت نوريكم نضربو طلا برك، شوفوا كيفاش تجي. الله يبارك الله يبارك على يديا. لا لا نخلوها تريح وتبرد دون ميم طون. اوب
الوغ هامليك لي زيل دو بولي تاعي تاني. قولوا لي اذا حبيتوا نعطيكم لا غوسيط نوريكم برك كيفاش يطيبوا محمرين يعني. دوباكم ما درت لا الماء لا والو. شوفوا الله الله نتوما شوطين شهيتكم في الجنه. الوغ هذه هي الصرمه تاعنا بيان سور نديروا نعصروها قارص باش ناكلوها بيان سور اذا حبيتوا. المهم وهاي الكرو دور ماديانا كيفاش تجي نقول لكم شهيتكم في الجنه وجيسبر كو عجبتكم لا غوسيط. اذا عجبتكم تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي كومونتير فوالا باسكو ماذا بيا يعني نشوف لي كومونتير تاعكم باش هكا نزيد لكم بزاف لي فيديو وعمبي بيتحبوا بزاف الوصفات التركيه دونك راني حنكثر منهم. نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله وتهلاو في روحتكم وبقاو على خير.